يقول السائل: في بلادنا الشرك بنوعيه، الأكبر والأصغر، فهل طلب العلم فرض عين علي حتى أدعو إلى التوحيد؟ بلا شك أنه يجب على المسلم أنه يطلب العلم الذي يعرف به دينه، يعرف به دينه، يعرف التوحيد ويعرف الصلاة ويعرف أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، لا بد على الأقل يعرف أركان الإسلام الخمسة. نعم.